اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده لسه مستمرين مع حضراتكم تغطيه فعاليات معرض فود افريكا للصناعات الغذائيه اللي معاه معرض باك بروسس لصناعات الطباعه والتغليف والتعبئه. كمان في هذه المعارض بتشارك حوالي 730 شركه وفي 32 دوله مشاركه بشركتها و14 جناح رسمي دولي. ايضا ضيوف هذا المعرض قطاع الحاصلات الزراعيه التصديرية، هو معرض متكامل زراعة وصناعات غذائية وأيضا تعبئة وتغليف وطباعة. وطبعا المنافسة على أشدها، وخاصة أن هناك بعثات من المشترين القادمين من كل دول العالم وخاصة من قارة أفريقيا. هنكمل مع حضراتكم رحلتنا النهاردة، وعايز أنبه أن عندنا لقاء هام جدا مع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. هنفتح معاه كل الملفات الشائكة في قطاع الصناعات الغذائية. خليكم معانا في حلقة هامة جدا من حلقات برنامج الجدعان. من قصص النجاح الملهمة في معرض فود أفريكا، شركة فروزينا استثمار أردني جاد أسسه المستثمر الأردني بلال ياسين. بدأ من حوالي 20 سنة بزراعة البطاطس في مساحات ضخمة، وبعدها توجه نحو إقامة مصنع عملاق لإنتاج البطاطس المجمدة النص مقلية، وبعدها تصدير الخضار المجمد، وكمان بيجهز حالياً لافتتاح مصنع أول فبراير المقبل لإنتاج بودرة البطاطس وتوريدها لقطاع الصناعات الغذائية. وبالمناسبة كنا بنستورد بودرة البطاطس من أوروبا. تعالوا نقابل المستثمر الجدع في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي بلال ياسين، اللي ضخ لغاية النهاردة استثمارات في مصر تقدر بحوالي 30 مليون دولار. أنا شخصياً عصرت من هذا النجاح حوالي 15 سنة صحيح في قطاع زراعة البطاطس وتصنيع البطاطس وتحويله لبطاطس نصف مقلية مجمدة والتصدير من مصر لكل أسواق العالم. شفت السنة دي كمان خضار مجمد، شفت السنة دي زراعات جديدة ومساحات جديدة، سمعت من حضرتك أنك هتعمل مصنع جديد لأول مرة ينتج المنتج بتاعه في مصر. واخدنا وراح على فين؟ احكي لنا. الحقيقة احنا استثمار أردني موجود في مصر من سنة 2000، بدأنا إنتاج خضار في 2003، عملنا مصنع بطاطس نص مقلية في 2006، بدأنا زراعة 2016، بننتج حوالي 50,000 طن بطاطس من زراعاتنا ويتم تحويلهم إلى بطاطس نص مقلية. 2023 شهر 2 هنفتتح مصنع بوتيتو فليكس اللي هي بودرة بطاطس معدل التصدير، بطاقة الطاقة بتاعتها من ناحية الخام 30,000 طن، ودي مرحلة أولى ممكن تتوسع أكتر حسب التصدير والأسواق. يعني حاطين هدف في نهاية 2023 نوصل ل 40% من الطاقة اللي بيستهلكها المصنع من مصادر متجددة. احنا دلوقتي عندنا محطة طاقة شمسية شغالة الآن حاليا وبنسعى لتوسيعها وتكبيرها، وفي عندنا محطة بايوغاز هتشتغل على مخلفات المصنع، تحول المخلفات لبايوغاز وسماد سائل وصلب. مخلفات البطاطس. نعم. بنحول القشرة والمخلفات التوالف. عملت كل حاجة في البطاطس. احنا مش هنسيب حاجة من البطاطس إلا نستفيد منها. الخضار المجمد سنة أولى ولا سنة تانية؟ لا، الخضار المجمد قديم بس كان ما كانش بشكل كبير. كناش بروكلي وفراولة لا، كنا موجودين لكن بنشتغل، كنا بي تو سي، لكن دلوقتي متوجهين بي تو بي، مستهدفين نصدر كمية كبيرة، مستهدفين السنة دي 5,000 طن تصدير من كل أنواع الخضار. قد إيه فراولة تحديدا؟ فراولة مش أقل من 4,000 طن إن شاء الله. ما شاء الله. السنة دي المصنع موجود كلها توريدات بالزراعة. أنتوا بتزرعوش؟ ما بنزرعش فراولة. لا مش سمع علينا تحاليلنا ومواصفاتنا طبعا، وشغالين على تحاليل ومستهدفين فيها أسواق روسيا وأوروبا والدول العربية. شركة هاب سويت للصناعات الغذائية بتحتفل بمرور 25 سنة على إنشائها ونجاحها في تصدير منتجاتها ل 53 دولة، وبتخطط في العام 2023 للوصول لأسواق 100 دولة.
طبعا هم النهاردة أشهر منتجين للكيك والشوكولاتة والبسكويت والطوفي والحلوى الجافة والمارشميلو والجيلي، وهيبقوا رقم واحد مع افتتاح مصنعهم الجديد في بني سويف، وبيمتلكوا 11 عائلة بعدد 230 منتج. والمفاجأة العائلة رقم 12 منتج جديد اسمها باوند كيك كمارا. تعالوا نقابل مصطفى الكمار نائب رئيس مجلس إدارة شركة هاب سويت للصناعات الغذائية. بنتكلم في حوالي 11 عائلة، بنتكلم في حوالي 230 منتج، والسنة دي في 2022 فود أفريكا داخلين بمنتجات عديدة جدا. الأفكار بتبدأ إزاي؟ يعني بتبدأ إزاي فكرة جديدة لمنتج جديد لغاية لما تسواها سواء في السوق المحلي أو التصدير؟ دايما اللي بيدفعك للفكرة هو الطموح، وإحنا حاليا يعني الحمد لله بعد 25 سنة من عمر هاب سويت في السوق، ما شاء الله عندنا دلوقتي مجمع صناعي في مدينة أها، وإن شاء ربنا عندنا بادئين دلوقتي برضو في مجمع في بني سويف، افتتاحه يبقى على 9/23، نبدأ بالمرحلة الأولى إن شاء الله. ده حركة هيختص بإيه؟ هيبقى بالمخبوزات، هيخش فيه برضو عندنا الويفر، برضو يعني الويفر كل الانواع الكرواسون بالحشو بتاعها بالظبط كده، الويفر بسكوت ويفر، بسكوت ويفر طبعا كل صنف بنشتغل فيه بنعمل له عائله، مش بيشتغل ما بيبقاش يعني مجرد طعم او الطعوم التقليديه اللي موجوده في السوق، لا الحمد لله دايما لما بنشتغل على حاجه بنحاول نضيف عليها حاجه جديده. بنخاطب ازاي بقى السوق العالمي بالمنتجات دي؟ عامل يعني اقول لك ايه، الكيكه بتاعت البرتقال دي الكمارا سبونش والبرتقال دي والكمارا، ولكنها معموله في بيوتنا نفس كيكه البرتقال بتاعت البيت، نجحت في السوق المحلي، السوق العالمي بتخاطبه ازاي؟ السوق العالمي احنا بالاصل مثلا انت شغال مع كام دوله، انت بالاصل الكام دوله عندك وكلاء فيهم وشغال فيهم، فبتبدا تبعت المنتج بعد ما بتتاكد ان المنتج يعني مطابق للمواصفات الموجوده للدوله اللي انت بتشتغل فيها، بتبدا تبعت المنتج وبتبدا تعمل عليه استبيان وتشوف حركه المنتج عامله ايه. بنبدا الاول بعمليه اسمها عمليه تذوق، وبعد كده بنبدا ننطلق في المنتج، وبنبدا طبعا بنشترك في المعارض، وهي دي اللي بتدينا الفرصه ان احنا نقدر نكبر صادراتنا. وفي الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اعتقد بقى موضوع انك انت تزود تصديرك ده بقاش موضوع اختياري، لا ده هو بقى موضوع اجباري، انك انت مضطر ان انت تتجه للاسواق العالميه، ونزود حصصنا في النسبه التصديريه، واعتقد مصر في الفتره اللي احنا فيها محتاجه الكلام ده. احنا عندنا كم سوق النهارده بنصدر له منتجات هاب سويت؟ عندنا 53 دوله شغالين فيهم حاليا. مستهدفين اسواق مين بقى؟ يعني بنصدر للعالم كله كده. احنا مستهدفين ان احنا على الاقل، انا النهارده بقول انا شغال في حوالي 53-54 دوله، ان شاء ربنا على اخر 23 يبقى عندنا 100 دوله فيها المنتج بتاع كمارا. 100 دوله ان شاء الله. احنا كنا الاول بنصدر حوالي 50% من منتجاتنا تقريبا، في 2023 ممكن نوصل بنسبه التصدير لقد ايه؟ هنزود النسبه، الى جانب ان احنا مزودين طاقات انتاجيه، يعني هو الموضوع مش موضوع ان النسبه هتزيد وخلاص، لا ده انا مزود طاقات انتاجيه، لان في نفس التوقيت انا مش هاثر على السوق المحلي، لان خلاص انت بقى لك قاعده موجوده فيه وليك زبون بيسال على المنتج بتاعك، فما ينفعش ان المنتج ما يبقاش موجود. حجم العماله في مصنع بني سويف قد ايه؟ طبعا هي المرحله الاولى ان شاء الله متوقع تبقى 1000 عامل، مع كل مرحله بقى هتبدا احتياجاتها تتحط، انما كمرحله اولى يبقى 1000 عامل. كده يوصل عدد العمالة في مجموعة هاب سويت قد ايه؟ ان شاء الله يبقى متوسط يعني تقريبا 6000 عامل. ما شاء الله، جد ما شاء الله. اللي قدام حضراتكم ده هو الدكتور سامر تقوى صديق، رئيس شركة بريفا اللي بتنتج بودرة عصائر بتتصنع مخصوص لماكينات عصائر هو نفسه اللي بيصنعها ومسجلها لحمايتها، وزي ما قلنا 75000 جنيه تعمل مشروع محترم عصائر وفرابيه ووافل وغيرها. وبالمناسبة تكلفة كوباية مشروبات الفرابيه 7 جنيه وبتتباع ب60 و70 جنيه، يعني الربح مهول في كل مشروب. دكتور سامر تقوى صديق، قابلنا حضرتك قبل كده ببرنامج الجدعان، قلنا ان في مشروع مهم جدا ممكن اي شاب يعمله تكلفته 75000 جنيه، بالراحة كده اشرح لنا ايه المنتج ده؟ ايه الباودر؟ ايه المكان ده؟ وكنا بنستورده ازاي من بره؟ النهارده بقى صناعه وطنيه. احنا كنيو ستار وبريفا احنا مصنعين، نيو ستار بنصنع مكان زي جوز ديسبنسر، ده مكان مبردات عصاير، المكان ده كنا بنجيبه من بره من تركيا ومن ايطاليا بارقام تقريبا النهارده بثلاث اضعاف اللي احنا بنقدر نوفره دلوقتي. برافو. ده كله كنا بنجيبه من ايطاليا وتركيا، يعني ما كانش فيه في مصر، احنا المصنع الوحيد في مصر اللي بيصنع الاثنين دول في مصنعنا في نيو ستار. واخترعت ورحنا قلنا طيب احنا بقى نديك سوليوشن كامل، نديك حل كامل للبروجكت على بعض، هديك المكان، اشتري مني مكن، اشتري مني باودر،
تديك تيست معين احنا مجربينه وحاطينه مع المكن مع كل حاجه. فبالتالي انت معاك بروجكت، سواء اذا كنا بنتكلم على العصير، بنتكلم على الجرانيتا، بنتكلم على الوافل، بنتكلم على الفرابيه، بنتكلم على الايس كريم. الايس كريم بصراحه احنا بلاننج ان احنا نصنع المكن ايس كريم لسه لحد دلوقتي يعني، بس شغالين عليه. لكن بنصنع البودر بتاع الايس كريم. البودر بتاع الايس كريم كم طعم عندنا بقى دكتور في العصاير دي؟ في العصاير عندنا حوالي 14 طعم. والبودر بتاعها وتركيبتها مصريه 100%؟ 100%. يعني مش وكيل لشركه عالميه مثلا؟ لا لا خالص، بريفا دي 100% مصريه. بريفا مصريه، احنا شركه بريتو فود، البراند بتاعنا بريفا علامه مسجله في مصر، كل المنتجات بتاعتنا هي 100% مصريه. لسه بريفا ما صدرناش؟ لسه احنا ابتدينا نتكلم مع شركات كتيره، سواء في المعرض هنا او في المعرض اللي قبل كده، كله ابتدى ياخد سامبلز وابتدى يدرس الموضوع في كذا بلد، في الاردن، في السعوديه، في العراق. فابتدت في دول تبتدي خلاص يعني احنا ماشيين في دراسه الموضوع معاهم. انتشارنا النهارده في مصر عامل ازاي؟ لا الحمد لله بنسبه كبيره، احنا موجودين في فنادق في شرم والغردقه ومرسى علم بنسبه كويسه جدا، موجودين في القاهره في سلاسل ومطاعم وكافيهات كتيره جدا، والحمد لله مكملين يعني. عربياتنا بتروح يومين توصل لهم البودر، لو في اي صيانه بنتحرك بسرعه طبعا، سواء اذا كان مكن اللي مشتري مننا مكن، بنروح يعني عربياتنا بتتحرك في صيانه المكن، باودر اي حد عنده مشكله في حط الباودر على نسبه غلط على حاجه مش مظبوط، بنروح ونقول له لا المفروض حط ازاي، ونديله التيست اللي احنا ابروفد عليه يعني. من انشط الاجنحه في معرض فود افريكا جناح الهيئه القوميه لسلامه الغذاء برئاسه الدكتور طارق الهوبي، وبالمناسبه ابن قطاع الصناعات الغذائيه وفاهم التحديات اللي بتواجهه، وهو تولى المسؤولية من حوالي شهرين خلفاً للدكتور حسين منصور رئيس الهيئة السابق ومؤسسها، وهو حاصل على الدكتوراه في الأغذية الآمنة الوظيفية من جامعة الأسكندرية سنة 2009، وبقاله 35 سنة في القطاع الخاص كرئيس لشركات كبرى محلية وعالمية في قطاع الألبان ومنتجاتها وكمان الدواجن. دلوقتي هنواجهه بالملفات الشائكة في قطاع الصناعات الغذائية، وإزاي إن حلمنا إن الهيئة تتحول إلى جهة لدعم الصناعة وتوجيهها ومساعدتها على تطبيق ضوابط سلامة الغذاء مش مجرد التفتيش عليها. حضرتك مكلف من حوالي شهرين ومؤتمن على إدارة ملف هذه الهيئة، التكلفات يا دكتور. دكتور حسين بدأ مرحلة كانت مرحلة مهمة في تأسيس الهيئة، وهي مرحلة أخذت جهد كبير منه، كان خاص بالتشريع واللوائح، وكان بعد تكليفي من حوالي شهرين كان واحدة من أهم الرؤى للهيئة في الفترة اللي جاية إن احنا نحط استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد عشان نوصل بالهيئة إنها تكون لاعب إقليمي ودولي في منظومة سلامة الغذاء العالمية. صحيح. وده أخدنا إن إحنا نحط استراتيجية 23-25 بضم عدة محاور، أهمهم مبني على رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة وتأمين الغذاء الآمن الصحي المستدام، وده توافق مع المبادرة الرئيسية لتأمين غذاء صحي آمن مستديم لجميع أفراد الشعب المصري. والنقطة الثانية كانت إن احنا ننقل الهيئة من النظام الحالي للنظام التحول الرقمي والرقمنة، والغرض منه إن احنا يبقى عندنا آلية في ربط معاملنا مع المعامل اللي بنتعاون معاها من الهيئات الأخرى واستحداث معامل جديدة. احنا بالفعل عندنا 5 معامل في الخطة، في منهم معمل هيكون من المعامل الضخمة في الشرق الأوسط، هيكون موجود في ميناء الدخيلة وده تابع للهيئة مباشرة، وفي معمل في سفاجة وآخر في نويبع وفي شرق التفريعة. فالمعامل دي عشان تكون عندها آلية عمل وعندها قاعدة بيانات نستفيد منها في المستقبل، هنربطها بنظام إلكتروني يكون رابط كل المعامل الخاصة بالهيئة ورابط المعامل اللي احنا بنتعامل معاها من الهيئات الأخرى في قاعدة بيانية واحدة، نقدر نستفيد من البيانات دي في فترات لاحقة لما نيجي نروح لمرحلة الإفراج والفسح وعدد العينات. كل ده يسمح للمستورد ان يكون عنده
زي ما نقول كده ميزة. نتوقف هنا بقى دكتور. فضل. حضرتك قادم من قطاع الصناعات الغذائية صح كده؟ مظبوط. وليك باع كبير في كبرى الشركات العالمية والوطنية والإقليمية. تمام. وبالتالي اللي أنا هقوله حضرتك عارفه. فضل. ولازم لما حضرتك هتبقى على كرسي القيادة تلاقي حلول. النهاردة الناس في المصانع بتاعتها بتخاف من لجان هيئة سلامة الغذاء. ده صحيح. اللجان بتروح لجان تفتيش وليس مساعدة ودعم لكل صانع. ده صحيح. هنعمل إيه في النقطة دي؟ خلينا في أول نقطة. أنا دوري أقدم الدعم الفني، أنا دوري أساند، أنا دوري أكذب، أنا دوري أدمج. أكذب الكائنات الصغيرة محدودة الموارد اللي هي نتيجة مواردها المالية المحدودة، ما عندهاش القدرة إنها تلتزم بالاشتراط، وبالتالي هو بيحجم على إنه يكون موجود في المنظومة بتاعتك. أنا دوري إن أنا أيسر له عملية التفتيش بما لا يخل بالقواعد واشتراطات سلامة الغذاء، أساعده فنياً، أوجد له برامج تدريبية، أحطه في منطقة إنه هو يبقى راغب إنه هو يجي. ده الكيانات الصغيرة. الكيانات المتوسطة وهي بتمثل نسبة كبيرة، لو حضرتك بصيت على عدد الشركات المسجلة في غرفة الصناعات الغذائية ما يقارب 18,000. 18,000 جزء كبير منهم واقع في الشريحة المتوسطة. احنا عايزين ندمج الشريحة المتوسطة دي في نظام الرسمي لسلامة الغذاء في مصر. طب ايه اللي هنستفيده لما نروح لدمج الكيانات المتوسطة دي في منظومة سلامة الغذاء؟ احنا هنضمن ان الغذاء المتداول بعد كده في السوق المحلي آمن انت تماماً. مسيطر عليه وتحت الرقابة طوعيا، يعني هو طوعيا جاي لك طوعيا. خلينا اسألك سؤال مهم جدا يا دكتور. دلوقتي احنا بنعتمد المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة ولكن بنفس القايمة. مظبوط. يعني بفرض على كبير صح. نفس اللي بفرضه على صغير. الصغير هنا بتظلم. مظبوط. طبعا هنحلها ازاي؟ اتحل ازاي؟ واحدة من التحديات اللي بتقابلنا دلوقتي ان احنا قررنا ان يبقى عندنا تصنيف للمنشآت الغذائية حسب الحجم والإمكانية والنشاط ورأس المال. الكيان الصغير عشان أجذبه أنا وأنا عارف أنه محدود الموارد، أنا ابتديت أبص على إزاي أساعده وأقلل من تكلفة النشاط بتاعي عنده، ولكن النقطة الحساسة بالنسبة له التكلفة أو العبء المالي اللي بيسبب له ذعر من إن هيئة سلامة الغذاء تروح عنده. دلوقتي عندنا لقاء مهم جداً مع شانتال صباغ نائب المدير العام لتنمية الأعمال بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيات الصغر في البنك الأهلي المصري، وهتشرح آليات البنك لدعم قطاع الصناعات الغذائية والشركات الزراعية وصغار المزارعين. احنا موجودين النهاردة في واحد من أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية، معانا كمان قطاعات التعبئة والتغليف والطباعة، معانا الحصلات الزراعية. البنك الأهلي المصري دايما بيشارك عشان يدعم هذه القطاعات. كيف يمكن أن ندعم قطاع الصناعات الغذائية ونقلل تكلفته عشان نقدر ننافس؟ بيك أستاذ محمد، وهو فعلا المعرض ده أنا شايفاه فخر كبير جدا لمصر، فيه اهتمام كبير جدا، لأنه المعرض ده أيوة صناعات غذائية وأيوة حصلات زراعية ولكن هدفه التصدير، والنهاردة التصدير طبعا هو مهمة قومية كلنا عندنا اهتمام بيه كبير جدا. كل الجهات الداعمة للقطاع الخاص مهتمية جامد جدا بالتصدير. وجودنا النهاردة البنك الأهلي المصري موجودين هنا في المعرض ده كرعاة علشان نقدر نبقى انه كبنك اهلي احنا معاك في ظهرك في الصناعة، وهنقف معاك اكتر احسن لما انت تقدر انك تنافس في الاسواق العالمية عن طريق شركاء لينا او عن طريق مجهودات الشركة اللي في القطاع الخاص بنفسها. ده معناها انه هيدور لنا حركة الاقتصاد، فبالتالي المصنع ده محتاج انه يبقى فيه سلاسل قيمة وسلاسل امداد وراء تقدر ان هي تلحق على الاوردرات دي. ومن اهم طبعا سلاسل الامداد للتصنيع الزراعي والصناعات الغذائيه هم المزارعين وصغار المزارعين. طبعا كل الشبكه دي شبكه حيويه محتاجه انه يبقى في حد بيفهم نماذج الاعمال فيها كلها، من اول نموذج اعمال المزارع بالدورات الزراعيه بتاعه الحاصلات بتغيرات المناخ، الانترناشنال بيست براكتسز النهارده للزراعه عامله ازاي، وانا كبنك ممكن ابتدي امول الفئه دي ازاي، لغايه المصنع بالتعبئه والتغليف بتاعها
لوحده ومطابقته لسلامة الغذاء ومطابقته للشروط الخارجية عشان يقدر يبقى في القائمة البيضاء اللي تسمح له وتأهله انه يخش اسواق عالمية. بنوفر لهم ايه النهاردة صغار مزارعين؟ النهاردة انا عشان اقدر اول المزارع لازم يبقى هو عنده قابلية للتطوير وجاهزية للتمويل. بيبقى عندك مصدر او مصنع في الصناعات الغذائية فاهم الانترناشنال ماركت، فاهم كل بروسيس التصدير، فاهم الورقيات المطلوبة، فاهم شهادات الجودة المطلوبة. النهاردة الراجل ده أنا عايز أشجعه أنه هو يصدر أكتر، فهو اللي هيجذب المزارع الصغير، وبالتالي المزارع الصغير هيبقى عنده حافز أنه يطور نفسه. فإحنا عندنا النهاردة تمويل شبكات الري، التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، طرمبات الديزل إلى تحول الطاقة الشمسية. عندنا النهاردة نقدر نساعد كمان الصوب الزراعية، مشاريع تكفيف التمور وتعبئتها. برضو عندنا برامج لتمويل مراكز تجميع الألبان وتصنيع الألبان طبعاً. كمان عندنا برضو برامج لتمويل وحدات الفرز، الفرز والتعبئة، الفرز والتعبئة، محطات متكاملة يعني كمان يعمل تلاجة، يعمل تبريد بالزبط. نقدر نساعده احنا يعني بالظبط على وشك اطلاق البرنامج ده يعني ايام معدوده. كل ده لاهل بيزنس. بس طبعا البرامج اللي ذكرتها قبل كده كلها قائمه، انا بتكلم على المحطات، ده اللي هيطلع ان شاء الله قريب. ده المحطات هيتم ضمه كاحدى كل برامج الاهلي بيزنس. ولو تحب نفكر الناس، الاهلي بيزنس بيسد الفجوه بتاعه الشمول المالي للشركات اللي محتاجه تمويل وايراداتها لم تتعدى ال 20 مليون جنيه، فبالتالي نقدر ان احنا نمولها بدون قوائم ماليه. مبادره ال 8% تم الغائها من خلال البنك المركزي المصري، والنهارده اللي عايز يقترض من خلال كوريدور بتوصل لغايه 14 و16%. ازاي بقى نساعد صغار المزارعين بالاقتراض بتمويل يتوافق معاهم؟ مبدئيا مبادره ال 8% ما كانش بيستفيد منها صغار المزارعين. انا معاكي، بس ممكن شركات كبيره تستفيد بيها. بس خلينا نتفق معاك على حاجه، احنا طبعا بنخدم على صغار المزارعين صح، وطبعا الوقت حرج جدا، لكن هي باي ديفينيشن اسمها مبادره، يعني هي ما كانتش موجوده انها تقعد. صح معاكي، كون ان هي قعدت عدد سنين معينه ولا يعني ده مش معناه ان ولا قعدت كتير ولا قعدت قليل، هي كانت موجوده لتنشيط القطاع الخاص، التمويل فيه واستفاده من دعم مختلف معين. القطاعات بالظبط كده اهو، ال 8% كانت للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، فبالتالي المفروض ان السوق كان يبقى مؤهل ان هو يقدر يشتغل من غيرها. طبعا لظروف خارجيه تانية اقتصاديه اكبر بكتير جدا من ليفل المبادرات هي مش موجود. فالنهارده بنك زي البنك الاهلي بيجذب شركاء اجانب من مؤسسات ماليه عالميه زي البنك الاوروبي للاستثمار، البنك الاوروبي لعدل العمار والتنميه، الاي اف دي، وجهات اخرى كتيره جدا قادرين ان احنا نجذبها ان هي تبقى عايزه تستثمر معانا لدعم فئات من المزارعين باحجامهم او بنشاطاتهم او كمان من المصنعين، مش شرط بس كل ما هو بيشتغل في الطاقه النظيفه والمتجدده. الخطوط الائتمان دي بتبقى دايما معاها خدمات غير ماليه تقدر ان هي تقوي المزارع انه سواء صغير سواء كبير ان هو يبقى مؤهل للتمويل او ان هو يحسن ادائه في شغله. انا كمزارع اوصل ازاي بقى للمبادرات الدوليه دي اللي من خلال البنك الاهلي؟ اولا بتوصلها يا اما عن طريق الاهلي بيزنس، لان في دعم كتير جدا بيبقى متادى خدمات غير ماليه عن طريق برامج الاهلي بيزنس، ولو الشركات اكبر من السيجمنت بتاع الاهلي بيزنس فده بالتالي بيبقى عن طريق الفروع، عن طريق الدعايه، عن طريق الجهات بقى شركاء النجاح بتاعتنا، لان احنا النهارده ما نقدرش نشتغل لوحدنا. وانا عشان اعمل الامباكت مش هينفع اقول يا بنك انا لوحدي بعمل كل حاجه، بعمل توعيه وبعمل تمويل وبعمل تأهيل، ما ينفعش. فأنا لازم أشتغل مع جهات القطاع الخاص أو الحكومية على جذب الشريحة دي. أنا دايما بقول ويمكن كذا مرة اتكلمنا أنه القطاع الخاص محتاج أنه هو يثقف نفسه بمعارض زي دي. يعني النهاردة في المعرض هنا حضرتك هتلاقي اليو اس ايد موجودين والجي اي زد موجودين، هتلاقي جهات كتيرة جدا مانحة وتنموية اقتصاديا متواجدة في المعرض ده. ليه؟ ما هو بيجذبوا من الناس العارضين أو من الناس الزائرين، بيجذبوا الفئة اللي يقدروا أنه يشتغلوا معاها على الخدمات الغير مالية. صحيح. وأنا ببقى عاملة لينك مع الجهات دي كلها، فبالتالي بنقدر أنه يا إما أنا يعني يقدروا يدعموا الناس من خلال البنك الأهلي المصري. بالضبط.
دلوقتي هنتوجه لمعرض باك بروسس لقطاعات التعبئة والتغليف والطباعة، وهنقابل في البداية السيدة سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصدير للطباعة والتغليف والتعبئة ومستشار غرف الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، عشان نتعرف على جهود تنمية صادرات مصر في قطاعات التغليف والتعبئة والطباعة. ركزوا معها. ثلاث قطاعات هي الأصعب، هي الأهم، هي أساس كل الصناعات. صادراتنا من هذه القطاعات حتى سبتمبر 2022 وصل لحوالي 910 مليون دولار. إذن هي قطاعات مرشحة بقوة عشان تشارك في خطة تحقيق 100 مليار دولار صادرات. عملنا إيه عشان نصل لهذا الهدف؟ لا، عملنا حاجات كتير قوي. اولهم باك بروسس، يعني باك بروسس دي الدوره الثالثه لي، كان داخل فيه المجلس والغرفه بقوه، وهو ماسي ذا صندوقه ما نزلت مصر وعملت معرض باكجينج على غرار انتر باك المانيا، فده كان بالنسبه لنا انفراجه للتعبئه والتغليف. الناس تشوفنا، تعرف مجهودنا، تعرف احنا بنعمل ايه بالظبط. كمان هو بالنسبه لنا هو مش مجرد معرض عادي، هو معرض ريجنال كمان. عملنا في بعثه مشترين جايه على هامش المعرض، حوالي 35 مشتري للتعبئه والتغليف لدعم الشركات المصريه وشوف منتجاتها بالظبط. فالحمد لله ده كان على هامش المعرض، وده كان جايه بالتعاون مع هيئه المعارض والمجلس التصديري للطباعه والتغليف والورق. استخدام بعثة المشترين دي كانت من أهم الخطوات علشان نقدر نخدم بيها القطاع وشركات القطاع. عندنا شركات قوية جدا، ولكن تحتاج إلى مزيد من الدعم في هذا القطاع، التعبئة والتغليف والطباعة. حقيقي عملنا لها مشروعات كثيرة جدا مع جهات دولية مانحة، زي جي اي زد المعونة الألمانية، زي المعونة الأمريكية. يهمني جدا مشروع ازدهار، هو مشروع أنا نفسي شاركت فيه وشفت مدى نجاح الشركات بعد خروجها من برنامج ازدهار. حقيقي وصلنا ليه في هذا البرنامج؟ كم شركة مرت بهذا البرنامج؟ والمرحلة اللي جاية لتنطلق أول 23 نشترك فيها إزاي كمان؟ عرفينا. لا، مرحلة الاشتراك دلوقتي عدت، احنا داخلين دلوقتي في اختيار الشركات اللي هتخش معنا. ازدهار الراوند 2 أو الدائرة الثانية، دورة الثانية منه هتبقى تقريبا في أواخر 12. الدورة دي هتتعامل في اسكندرية، المرة دي تطرقنا برا القاهرة خالص علشان نقدر ناخد قطاع أكبر وناس لها احتياجات أكتر. في اسكندرية احنا المفروض احنا مع قطاع الكيماويات، واحنا هي نفس الدورة اللي فاتت عندنا متقدم لشركات الطباعة والتغليف 35 شركة، هنختار منهم 16 علشان نقدر نطورهم، بس المرة دي في اسكندرية وفي السادات. هنطور معاهم، هنشتغل معاهم، هنديلهم استشارات علشان يقدروا يصدروا، اللي ما بيصدرش يصدر، اللي عنده مشكلة في الورق بنحلها له او بنديله ازاي يحلها، عنده مشكلة في التصنيع نقول له مشكلتك فين، مشكلتك ايه في التصنيع، الهادر واوي الاخره. حضرتك عارف طبعا قصة انك الاقتصاد الدائري والهادر والحاجات دي كلها، احنا دلوقتي بنشتغل على انه نديلهم الحاجات الجديده والمواصفات الجديده المطلوبه بعد الكوب 27. بقى في مواصفات جديده نزلت للتغليف، فلازم نبقى على طول متابعين علشان نديلهم المواصفات دي ويبتدوا هم كمان يطوروا من نفسهم، لانه لو ما طوروش من نفسهم هتبقى في مشكله. فعلشان كده احنا بنعمل دورات تدريبيه، بنعمل برامج توعية وبرامج تنموية مع الوكالات الأجنبية زي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي واليو اس ايد المعونة الأمريكية. المعونة الأمريكية احنا بنعمل معها مشروعات لتدريب شركتنا، مش كده برضو؟ تمام. هدفها ايه؟ وصلنا لايه؟ وكم شركة تدربت؟ مع المعونة الأمريكية احنا عندنا أكتر من نشاط معاهم، بس مؤخرا هنعمل معسكر تدريبي في سلاسل الإمداد اللي هي السبلاي تشين. المعسكر ده هيعلم الشركات ازاي تبتدي تجيب المنتجات بتاعتها، اصل المنتج، يبتدوا ازاي يعرضوا شركاتهم بشكل كويس، يعرفوا المواصفات الدوليه ايه للشركات اللي هي مثلا اللي بتاخد منهم التغليف زي الشركات الغذائيه والدوائيه والى اخره. احنا جايبين الشركات دي بتشرح لهم ايه احتياجاتهم وهي شركات دوليه. فده المفروض ان احنا خلاص هنعمله الاسبوع اللي جاي مع اليو اس ايد. ده معسكر تدريبي، ودي كانت اول مره تتعمل من مع المجالس. احنا يعني اخذنا اول قطفه زي ما بيقولوا. دلوقتي هنقابل وحش معرض باك بروسس، محمد شاهين رئيس شركه ال شاهين للتجاره والصناعه. شاب يفرح، وبالمناسبه ال شاهين متخصصين في العبوات الصفيح، 45 سنه بيصنعوها لقطاعات الصناعات الغذائيه والزيوت والكيماويات والدهانات وغيرها، وبيمتلكوا 15 خط في مصنعين بالعاشر من رمضان وأبو زعبل الصناعية. وبالمناسبة أحدث خطوتهم علب الأيرسول، دي الأول مرة في مصر والشرق الأوسط. برافو بجد. محمد شاهين 45 سنة في صناعة العبوات الصفيح، بتخدم على كل شركات الصناعات الغذائية. آخر منتج حضرتك عملته تسمح لي حقيقة عليه؟
الايرو سول كنز، دي عبوة احنا محتاجينها بشدة وكنا بنستوردها بالكامل من تركيا. احكي لي صناعتنا، احكي لي 45 سنة بنعمل ايه، كم خط عندنا، مصانعنا فين، لازم الناس تعرف عليك. احنا الحمد لله عندنا مصنعين في مصر، مصنع في مدينة ابو زعبل، ده المصنع القديم بتاعنا. احنا دلوقتي خلينا مصنع سيرفيس سنتر، هو عبارة عن الكاتنج كويل. احنا ضفنا خط الكاتنج كويل دوت لسه في الشركة، متضاف من سنة واحدة، ان احنا بنستورد الكويلات من مصر، برا مصر بندخلها مصر الكويلات، وبنبدأ نقصها على شيت، وبعد كده خلينا البرندنج ماشين والكوتنج ماشين اللي هو بنطبع عليها وبندي اللاكر دوت. الحمد لله عندنا ثلاث خطوط انتاج للورنيش وخطين للانتاج للطباعة. ده المصنع الاولاني اللي هو السيرفيس سنتر ده في مدينة ابو زعبل. وعندنا كمان الحمد لله المصنع الثاني في العاشر من رمضان، احنا عملنا فيه تطور كبير جدا الحمد لله، ضفنا احدث خطوط سويسري كان مان موديل السنه، دي احدث ماكينه موجوده عالميا دلوقتي. ضفنا خط الايروسول كانز، ده خط بالكامل كله استثمار جديد عندنا الحمد لله، بننتج الكون والدوم بتاعه اللي هو الغطاء والقاع بتاعهم. احنا حابين اي طول، اي طول، اي قطر. احنا عندنا ثلاث مقاسات في عبوات الايروسول كانز، اي مقاس. احنا كمان ضايفين حاجه جديده جدا، وديت احنا بنضاهي بيها السوق التركي، ان هي العبوه بتاعه الايروسول اللي هي بتاعه الماشين، الماكينه اللي هي الاوتوماتيك ديت، ليها وش ليها وش منفصل خالص وجديد. احنا الحمد لله ضايفين دوت عندنا برضو. عندنا فضل من ربنا 15 خط انتاج حاليا. الله اكبر، 15 خط انتاج. 15 خط انتاج. الطاقه الانتاجيه شيفت واحد سنويا الحمد لله 350 مليون عبوه دوت في الشيفت الواحد. احنا الحمد لله بنشغل شيفتين. برافو. انت عارف ان احنا افريقيا بالكامل املنا ان احنا نصدر لها في عبوات صفيح. طبعا املها الكنز، لان مفيش طاقه تبريد ولا تجميد. احنا ضايفين حاجه جديده جدا من ضمن خطوط الانتاج الجديده، ودي الحمد لله احنا اكبر منافس فيها دلوقتي الحمد لله في السوق هنا في مصر، عبوات ال 60 جرام وال 120 جرام. دي كانت الشركات عندنا هنا في مصر اللي بتعبي المنتج كانت بتستورد العبوات ديت، ان هي مش لاقيه بديل ليها هنا في مصر. احنا الحمد لله ضفنا خط الانتاج دلوقتي، احنا بننتج ال 60 جرام وال 120 جرام بكواليتي وباسعار تنافس السوق التركي الحمد لله. فديت عندنا عايز اقول لك حاجه برضه عشان انا شاهد على انت بتقوله ده، شريف غالي 7 سكاي اللي هي كنزي، كنزي دي كان بيستوردها من تركيا وكان بيسافر بره اوروبا عشان يجيب العبوه بتاعته، انت عملتها له النهارده. عملناها موجوده متاحه عندنا دلوقتي، وضفنا خط جديد كمان عبوه بيصدر لكل اوروبا الحمد لله، بيصدر لكل اوروبا وبيصدر في سوق افريقيا. احنا الحمد لله منتجنا بدا يتواجد في جميع الاسواق، سواء عبوات فاضيه احنا بنصدر دلوقتي الحمد لله عشان الازمه الدولاريه بتاعت البلد، كمان احنا حابين ان احنا نستهدف السوق العالمي كله سواء افريقيا اوروبا. احنا متارجتين كمان بيطلب مننا دلوقتي عبوات الايروسول لسوق اوروبا، ودي كمان حاجه جديده ان احنا ان شاء الله ناويين ان احنا نشتغل عليها باذن الله الحمد لله. يعني ضايفين شويه خطوط كمان، الماشين بتاعه البوتوم او القاع اللي هو اللي بيتقفل بيه العبوات، احنا جايبين الحمد لله خمس خطوط احدث خطوط، ده بخلاف ال15 خط انتاج. البوتوم ده احنا جايبين خطوط انتاج سي ان سي، دي احدث خطوط موجوده في العالم، بينتج 1000 1000 غطا في الدقيقه. طبعا فاكرين شركه ايزي باك، حكايه الاصدقاء الثلاثه امير محمد سليمان واحمد عثمان وسعيد محمد حسن اللي بيصنعوا في مصر خطوط تعبئة السوائل والبودر والحبوب وأجهزة المكسر، وطبعاً كانوا متوجهين فقط للصناعات الغذائية، ولكن صنعوا خطوط لشركات الأدوية، وبالمناسبة عندهم مشكلة كبيرة وهبدأ حديثي بيها مع المهندس أمير محمد سليمان، ركزوا معاه. المهندس أمير محمد، إيزي باك. نعم. زورناكم قبل كده في برنامج الجدعان، ثلاث أصدقاء من الجدعان عملنا مصنع لكل حاجة ممكن تتعبى، لكن أنا عايز أتكلم معاك في حاجة. أنت قابلتني قلت لي أنا لغاية النهاردة موجود في مصانع إيجار. تمام، صح. بدفع 150 ألف جنيه في الشهر إيجار. صح. طب ليه يا عزيزي ما رحتش خدت قطعة أرض تبع هيئة التنمية الصناعية؟ قلت لي إيه؟ قلت لك إن إحنا رحنا كانت نزل كذا مرة قرعة وقدمنا فيها مرة واتنين بالأوراق بتاعتي، أنا مستوفي كل الأوراق إن أنا مصنع قائم. بتحط في خانة كأني بالظبط حد لسه جديد بياخد مصنع. قدمنا مرة ومرتين أو ثلاثة ما خدناش حاجة، حتى أنا يعني كنا في الأول قالوا لنا في جدية تعاقد دفعنا 100 ألف جنيه، ولغاية دلوقتي لسه موجود هاي التنمية الصناعية. هاي التنمية الصناعية ما خدناهاش لغاية دلوقتي، بقى لنا أكتر من 5-6 سنين بنحاول إن احنا ناخد حتة أرض علشان نبني عليها مصنع، مش عارفين. ودلوقتي احنا حجم الشغل بقى زيادة عندي، يعني أنا بقى عندي 3 قطع شغال فيهم، ربنا أكرمنا وجبنا الليزر أجرنا له مصنع، المصنع بقى فيه ضغط شغل عندي، أجرت مصنع أكبر وسبت المكان الأساسي اللي حضرتك صورت فيه قبل كده العاشر من رمضان. العاشر يبقى مكان إداري، فبالتالي وكمان ضفنا كمان إن احنا فتحنا ما يوازي مدرسة صناعي. يعني رئيس دولة عمال يفتح في مجمعات صناعيه لكبار المصنعين وصغار المصنعين، وحضرتك تقول لي مش عارف اخد واحده. مش عارف، ده شيء مذهل. مش يعني عارف اخد حته ارض ابنيها،
تعرف انك بتفتح قضية خطيرة جدا، مراجعة جميع تخصيصات الاراضي في المناطق الصناعية. أيوة فندم، اشتغلت ولا ما اشتغلتش، ارضك ولا مش ارضك، مؤجر ارضك ليه؟ في مشكلة كبيرة كمان يا فندم. انا بقول لحضرتك، لما الدولة ساعت ان هي تساعد المصانع، عملت ان هي العبء بتاع الضريبة العقارية على المصنع لغيته 3 سنين. اللي استفاد بيه صاحب المصنع مش انا، انا مؤجر، هو اللي استفاد بالدعم اللي الدوله عملته مش انا. معارض فود افريكا وباك بروسس 2022 كانوا قمه في النجاح، صفقات وتعاقدات واستحواذات ومنتجات من شتى بقاع الارض بتعرضها 730 شركه، واللي بيكسب اللي قدر يتوائم مع التغيرات الجديده في الاسواق العالميه وقلل تكلفته مع الحفاظ على جوده منتجه، وكمان وضع منظومه لوجستيه تضمن الاستدامه لمنتجه والتواجد المستمر في اسواق العالم.